حلو. طيب عم نشوف هون في عنا هي صف إبرافي فيزيكس، هذا سؤال كهرباء، عم بين سؤال من الامتحانات الرسمية. فبيقول فهذا هو الحل تاعه، يمكن بيج نكبر شوي. ستة بارتس given UPN 24 فولت، لامب 9 وات 18 فولت، و لامب functioning normally. اوكي هذا هو. طيب هات نشوف شو قصته. فإذا عنا جنريتور، برافو انك رسمت رسمة، وصلنا قايلين A constant U ammeter A negligible resistance، صحيح. يعني دايما الأميتر بيكون negligible resistance، يعني دايما هيك. resistor D of resistance R1 أو لمبة L considered as a resistor. اللمبة اعتبرناها هي resistor. هلا هي كهربائيا هي resistor، بس هي كمان يعني هو منه بس resistor شغلته يحمى، إنما اللمبة هي بتحمى صح، ولكن جزء من طاقتها بيتحول لطاقة ضوئية. يعني أما من الناحية الكهربائية يمكن اعتباره resistor. and carrying the indication 9 watt 18 فولت and this cell is functioning normally. طيب is functioning normally، فإذا أنا بعتبر إنه الفولتج اللي حواليها هو فعلا 18 فولت، وهي عم تصرف 9 واط. هذا 9 واط هن 9 واط كهربائيين وليس 9 واط يعني ضوئيين أو شيء هيك. هذا بتاخدوها بعدين إن شاء الله، إنه حتى كمان في باور للضوء، وفي باور للصوت، وفي باور لكل شيء، مش بس باور للكهرباء. طيب فإذا نرو نرجع نعيد across its terminals ammeter resistor D ولمبة L. أوكي مظبوط، دي ولمبة L و A برافو و P و N صح. What does each of the indications carried by L represent؟ اثنين the rated power of voltage to let lamp works normally. rated power and voltage صح. اوكي so that the lamp works normally. برافو، أهم شيء تقول كلمة rated، rated power و rated voltage، شنو صح، جملة جيدة من عاطلة. show that the current هو I equals 0.5 أمبير، هذا current اللي حوالي اللمبة L. طيب عنا current هو فيكم تحط مثل علامة سؤال إنه هل هو 0.5 I بيصير مظبوط مظبوط. طيب 9 واط على 18 فولت. deduce the value of resistance R2 للL. فإذا الL اعتبرناها considered as a resistor، اللي كان أحلى لو هون قالوا of resistance R2، بس ما بيأثر، رجعوا قالوا تحت. فإذا تنحسبها بدنا نستعمل Ohm's law. اكتب R2 equal U، وفيك تقول U BC، هيك قول R2 equal UBC على I equal 18 فولت على 0.5 أمبير، صحيح. طيب Ohm's law مظبوط، إذن 36 Ohm. calculate the voltage across D. D هو resistor، من الكارنت بستفيد منه. voltage across D. مزبوط، ما هي هو 24 فولت ناقص هيدا حيعطيك هاي صح، 24 فولت ناقص 18 فولت يعني حيكون 6 فولت. انا والله خطر على بالي اني اعمل calculation بطريقة تانية، لانه الاروان معي اياها ولا لا؟ لا ما معي اياها، لا ما في طريقة تانية، هي هاي. اكتب هون على السطر هاي، اكتب law of addition of voltage in series زائد UAB
اكتب يو اي بي، ما بيأثر، ما تحط علامة استفهام، اكتب يو اي بي. 24 0 فولت يو بي اي. بالنسبة لليو بي اي، يو بي اي قول انه 0 على جنب او هون ما بعرف، قول كونكتينج وايرز او الفولتج 0. ويو سي دي قول اميتر اوف نيجليجيبل ريزيستنس، سو يعني سيميلر تو اي كونكتينج واير سو فولتج 0. ودي ان كمان كونكتينج واير فولتج 0. فيك تقولها على جنب اذا لقيت عندك وقت بالامتحان. 24 فولت 18 زائد يو اي بي، يو اي بي مظبوط صح. 5 بي ديدوس ذا فاليو اوف ار 1. فهيدا هو الار 1 بيقلك استنتجها. يو اكتب يو اي بي equal r1 times i then r equal u كذا 6.5 12. هلا ليش هذا الاي هو ذاته الاي اللي هون؟ فيك تقول a law of uniqueness of current in series. اوكي okay. بس لحتى تقول انه الكرنت passing through a b هو ذاته الكرنت passing through b c. طيب 6 a وجاوبك صح. replace مش عم تأكد من الأرقام بس بعتقد صح. مرة 12 أرقام صح. 12 36 12 36 بصير 48 أوم مزبوط صح. أنا نص أمبير صح. replace D by connecting wire. طيب شلنا الريزيستور حطينا connecting wire. اها حلو السؤال. What is the new voltage across L؟ بعد في خطر تحترق هلا. الفولتج هو 24 فولت. ارسم رسمة، لازم ترسم رسمة، دايما ارسم رسمة حتى لو ما قالك. What is the L may burn out why؟ لأنه it's because the voltage across that by ما عم بفهم خطك. That crosses ما بعرف code by ما بعرف is greater than the volt rated voltage across ما بعرف شو بدك تظبط خطك. فهمنا عليك يعني وبيعطوك علامة بس بدك تظبط خطك. طيب what was then the role of D؟ شو هو دور D؟ D is a resistor then at it reduces the voltage will be corroded by lamp. ما بعرف هالكلمة هي ذاتها هاي will be carried carried because the voltage that is carried by lamp L is greater لك كانت لا carried ما بعرف يمكن صح بس عادة بنقول voltage across the lamp ما بنقول voltage carried by the lamp مش ما بعرف current carried بنقول current passes through عادة الكاريد بعتقد للكارنت بيقولوها مش لل والكارنت كاريد يعني كأنه حدا عم يحمل الكارنت. قول اكروس لما تقول فولتج قول اكروس. دي از ا ريزيستر then it reduces the voltage that will be اكتب that will be across the lamp لانه بده هو ياخد شقفة من الفولتج لقلو لانه هو حاطينه ان سيريز يعني خلينا نقول شغلته خلينا نقول protection of the lamp فيك تعتبره protection الى حد ما وان كان هو معدل وتم اختياره بعناية الريزيستنس تاعه بشكل انه يخلي اللامب function normally يعني انا بعتبره protection فجوابك مبدئيا صحيح منيح. طيب هذا سؤال تاني determination هذه هي الرسمة study of an electric circuit عندك G عندك ammeter عندك R1 و R2 عندك switch during a laboratory G و A و R1 و R2 و K okay. A و K و R1 و R2 طيب بعدين استفنس طيب هيدا نشوف
بتقول انت، بيقول لك السؤال during laboratory we construct the circuit represented adjacent، اللي هي ال U حوالي ال PN. طيب عندك أميتر وعندك اثنين ريزيستورين in parallel. G is a generator maintains across its terminals a constant voltage GPN equal 12 A ammeter of negligible resistance. Okay. R1 معناه ايه؟ R2 لا. K switch we close K. Ammeter A indicates 0.6 ampere. الأميتر حوالي في 0.6 أمبير. طيب أوكي. determination لل value لل UBC. UBC حوالي هون، يعني حوالي الاثنين سوا، وكمان حوالي كل واحد منهم، لأنه الفولتج حوالي الاثنين سوا هو ذاته الفولتج حوالي كل واحد منهم، لأنه اثنيناتهم in parallel. بعدين determination value على R2 مظبوط. بعدين equivalent resistance. اوكي هذا سؤال خفيف منه كتير صعب يعني. بتقول ف given UPN هو سماها UG، يمكن فيك تقول UPN منه غلط. UPN 12 فولت و R1 و I 0.6 أمبير. بيقول لك بال part 1 the voltage across A الأمبير الأميتر هي 0 justify why since the ammeter doesn't carry a voltage the voltage across it is 0 because it is of negligible resistance. إذا بدك تبرهن له إياها أكتر وأكتر بتقول له تقول له negligible resistance، يعني فيك توضحها بكلمة، فيك تقول له similar to أو acting as a connecting wire أو similar to a connecting wire so the voltage is zero. إذا حبيت تبرهن أكتر وأكتر بتقول تستعمل Ohm's law، بس مش جو هيك السؤال بعتقد، بس فيك تستعمل تقول U equal R times I، ال U حوالي الأميتر equal R times I، يعني UPB equal R times I، وال R هي 0 لأنه negligible resistance، يعني ال R 0 0 times I شو ما كان ال I 0 times ال I حيطلع 0، وبالتالي ال UPB حيطلع 0. اكتبها هاي وتشوف انه بتفهم شو قصدي. بعدين بال B بيقول لك the voltage across K switch 0 switch closed switch acting as a connecting wire. قول هالجملة هي بيحفظوها عادة. K is a closed switch act falsely أو بلا falsely acting as a connecting wire so the voltage across it is 0. C the voltage UBC is 12 volt justify UBC 12 volt. Okay بدك تعمل summation. It is the only instrument in this circuit then UPN مهضومة الفكرة. منطق حلو هيدا بس ما في داعي تقوله. مش لا ما منا on instrument، يعني مكنة، المكنة ما الأميتر هو مكنة، عرفت كيف؟ ف يعني هذا في تعدي شوي على، ما في داعي تقولها مع انه فهمانين شو قصدك بس ما تقولها. UPN equal UPB زائد UBC زائد UCN زائد UNG. UCN لا شو ان جي ما منا شي شو بدك فيها. اوكي مزبوط زائد يو سي ان. فاذا 12 فولت زائد يو بي بي 0 فولت زائد 12 فولت لا قول زائد يو بي سي. ليش عم تعمل هيك؟ زائد يو بي سي زائد 0 اذا يو بي سي ايكوال 12 فولت بكل بساطة. قول law of addition of voltage in series 2a. بدنا نجيب ال R2 determine the value of the current I1 through R1. انا بتوقع لكم انتو امتحان سؤال من هالنوع، يعني هيك سؤال بسيط، يعني سؤال كتير حلو يكون هيك لكم لانه على اساس المسابقات حتجي شوي سهلة ان شاء الله. the value of the current I1 through R1 عم تقول قول كلمة Ohm's law then I1 equal UBC على R1. شو السؤال كان؟
the value of I1 through R1. I1 equal UBC على R1. اوكي برافو 12 على 30 يعني 0.4. طيب امبير بيرجع بيقول ديوس شو هي الفاليو تاعت الكرنت I2. حتى نشوف الديوس ايوه قديش بيساوي الاي الاي و 0.6 امبير من وين احنا حليناه 0.6 امبير ولا هو قالنا هو قال ما تعرف انا ما انتبهت له الاميتر 0.6 امبير حلو حلو اوكي برافو من ناحية عملية احنا شو عم نعمل احنا عم نعمل لابراتوري سيشن يعني هيدي تجربة فطبيعي انه بالاميتر نقرا ونسجل القيمة شغلة حلوة الR1 معنا اياه والR2 ما معنا اياه نحن تخيل انت قاعد مختبر فاليو بي سي من معلوماتنا الخاصة نحن عرفنا اليو بي سي كان فينا نحط فولت ميتر حوالي بس ما عملنا هيك فمن معلوماتنا الخاصة عرفنا انه اليو بي سي هو 12 فولت استفدنا من الكرنت اللي هون الكرنت اللي هون حسبناه حسابيا ما حطينا اميتر هون رجعنا باي كالكوليشن من معلوماتنا الخاصة طلعنا الاي 2 ورجعنا عملنا كالكوليشن لحتى طلعنا الار 2 يعني اذا واحد عن جد هدفه يعمل الكالكوليشن للار 2 ما في داعي لكل هاللفة الطويلة العريضة يعني بكل بساطة حط الاميتر على الام ميتر وخليه يسلك الار 2 لحاله برات هالسيركت ما له علاقه بهالسيركت خليه يكمشى بايده يوصلن على الاميتر وهذا سهل الحياه مش من صعب الحياه كل احوال يعني هذه اللابراتوري سيشن هيك انه والله عم نتدرب وعم نحل وكذا وهيك يعني ما بعرف الهدف منه انه بس عم بورجوكم انه بنستفيد من الاميتر بشيء يعني جوهر الاكسبيرمنت تاعتنا الاختبار تاعنا انه استفدنا هلا بهاللحظه من الاميتر من الكارنت اي على كل الاحوال هو 0.6 على 0.2 امبير بيرجع بيقول لك ديوس ذا فاليو اوف ار 2 ايكول يو بي سي على اي 2 صح 12 على 0.2 بيطلع 60 اوم طيب اوكي اعتمد على ارقامك انا مش هحسبهم يعني وين صرنا لا وين صرنا equivalent resistance two resistor R1 R2 by single صحيح so that ammeter can be replaced indicate the same value I out of the following values which one matches the value of RY an instrument allows direct measurement فهي الammeter name this instrument شو انا بدك كان بي ريبليس شو قصده هل فيزيكلي ريبليسمنت يعني انا بجيب ريزيستور تاني غيرهم يعني بشيل هولتين على جنب وبجيب ريزيستور تالت وبعدين انا بحط محله واحد منهم يعني يعني اذا واحد حذرنا هيك هذه خبريه مهضومه بصير هيك سؤال مهضوم كبر لك ثلاث ريزيستورات قدامك 20 و50 و90 وقال لك هو قال لك واحد منهم هو الصح احنا شلنا الR1 والR2 شلناهم فعليا فكيناهم بلشنا نوصل واحد ورا واحد مثلا وصلنا التسعين وشفنا اذا الكارنت ضل هو زيته او لا وصلنا الخمسين وشفنا الكارنت رجعنا اكيد شلنا التسعين حطينا الخمسين رجعنا شلنا الخمسين حطينا العشرين واحد منهم لازم يكون يعطيك 0.6 امبير فاللي بيعطيك 0.6 امبير بتسمي انه والله هيدا الريزيستور او هيدا الريزيستنس هي اكوفلنت ريزيستنس بهالمعنى بيسوى انه تكون تجربة حلوة يعني عرفت كيف؟ انا ما فايتين بهالتفصيل معتبرين كان بي ريبليسد يعني ثيوريتيكلي يعني نظريا كان بي ريبليسد من دون انه انت عمليا تسويها على كل الاحوال بكل ان كان عمليا ولا نظريا ف لنشوف انت شو قلت لنا ار اكوفلنت عم تقول هي ضرب على جمع صحيح ما هي هون القصه انه قديش كان الكرنت 0.6 امبير هلا
ما بعتقد بده اياك، هو مع انه جوابك صح، وما بعتقد انه فينا نقول لك انه جوابك غلط، بس انا حسيت من جوهر السؤال، بالاخص انه هو قاعد بمختبر، اللي كان بده اياك تعمله هو مثلا انك والله تحسب الفولت، تحسب الار من خلال الفولتج اللي حواليه اللي هو 12 فولت، ومن خلال الكرنت اللي حيضله 0.6 امبير. فبده اياك بكل بساطة تحط 12 فولت اسمه 0.6، والرقم حيطلع معك واحد من هول الثلاثة. فانت طلع معك 20، 12 على 0.6 مزبوط بيطلع 20. بعتقد هيك من بده، ما بده اياك تستعمل قاعدة ضربا على جمع. بيقول لك واي، لنشوف شو الواي تاعك. ما عطيتنا واي، شفت؟ يعني انت بعدت عن الفكرة اللي هو يرمي اليها. وحتى ليك هون انت كان فيك تقول له مثلا، كان فيك تقول له فيك تجاوب بهالطريقة هاي، فيك تقول له خلينا نجرب العشرين. اوكي، له حقك تجرب. بتقول له let's مثلا assume that it is 20. من كفي على سطر جديد بتقول له اليو حواليه يو بي سي، بعتقد الرسمة بتقول يو بي سي، يعني يو بي سي equal 0.6 امبير، لانه هو بعده الاميتر 0.6 ضرب 20 بيقوم بيطلع لك 12 فولت. اوكي، 12 فولت which is actually، هيك بتقول له which is عن جد، which is really او actually the voltage UBC. اوكي، verified، يعني بتقول له verified. اوكي، هيك بده، هو هذا جواب السؤال. An instrument allows a direct measurement of R. Name this instrument. Ohmmeter. برافو. Ohmmeter بفتري بعتقد بدها حرفين أم، لأنه حرف للأم والحرف الثاني للميتر، وكلمة واحدة بتعتبرها بفتكرها. طيب عنا stiffness للسبرينج، هو ميكانيكال انتراكشنز، هذا سؤال مهضوم. وعندك تنشن والانجيشن، وعندك نورمال فانكشنينج اوف الامب. تحس الاسئله بيصيروا مثل بعض. نورمال فانكشنينج اوف ا لامب، هذا كانه مش مصحح ولا انا ولا انت ما بعته. كأنك ما شبعته يمكن. تقول هوكس لا. طيب هذا هون في 1 و 2 و 3، هيدا هو لهيدا، هيدا كمان ميكانيكال انتراكشن. عندك 1 2 3 4 5 مظبوط، عندك هون كمان 1 2 3 4 5 given mass 0.5 كيلوغرام، كمان 1 2 3 4 5 determine k. طيب رجعنا بالفيديو التاني ان شاء الله بنشوف الميكانيكال.